حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام من الرافدين، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. البداية من القدس العربي، إيران تجدد غاراتها على شمال العراق بالتزامن مع غارات تركية. في الهيئة نت، إيران تستخدم بنوك العراق لتمشية شؤون اقتصادها المنهار. في الخليج الإماراتية العراق 61 وفاة و 1554 إصابة جديدة بكورونا. في المدى نطالع، الصحة تقترح إعادة الحظر الشامل بسبب تصاعد الإصابات في كورونا. في العرب اللندنية، الدفعة الأولى من عقوبات قيصر تشمل الأسد ومحيطه الضيق. وعنونت الشرق الأوسط، المخابرات الألمانية، إيران مصممة على امتلاك الأسلحة الأكثر دموية. أما العربي الجديد، بولتون ترامب سعى إلى دعم صيني للفوز بولاية ثانية. سلط تقرير لموقع الحرة الأمريكي الضوء على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجه حكومة رئيس الوزراء المكلف كاظم مصطفى الكاظمي بالتزامن مع أزمات أخرى لا تقل خطورة. وذكر الموقع خطورة الأزمة وهي تكمن في تعلقها بقوت المواطنين وحالاتهم الاجتماعية، مما قد ينذر بلجوئهم إلى خيارات يائسة على وفق تعبير التقرير. في أحلك الأوضاع التي مرت على العراق، كان هناك دائماً مال وفير يتدفق بيد الحكومة، استخدم غالباً لتعزيز الأنفاق الأمنية أو خلق وظائف، ما كان يؤدي لاحقاً إلى استقرار وإن مهزوز للأوضاع. لكن وبحسب مختصين اقتصاديين وأمنيين، فإن الأزمة الحالية خطيرة جداً وتهدد البلاد التي لم تعرف الاستقرار طويل الأمد ربما منذ خمسينات القرن الماضي. ويقول الاقتصادي رائد المحنة إنه حينما يكون هناك أموال بيد الناس تكون المشاكل الأخرى أكثر احتمالاً، لكن التهديد الاقتصادي هو ما يجعل الناس تتخذ خيارات يائسة. وفي هذا الوقت تواجه حكومة مصطفى الكاظمي التي كان الكثيرون يتوقعون أن تكون حكومة إنقاذ مشاكل كبيرة جداً، ربما أهمها تناقص واردات العراق المالية والضغط الذي يتعرض له القطاع الخاص بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا. بناء اقتصاد من الصفر مهمة مستحيلة تقريبا حتى في الدول التي تتمتع باستقرار وموارد، والمهمة أصعب في العراق التي تبدو حكومته أضعف الأطراف الفاعلة فيه. ويقول الصحفي المتخصص بالشؤون الأمنية عبدالله المحمدي إن أي مبادرة لفرض الأمن ستصطدم بإرادات الأحزاب والميليشيات وبالفساد، وهما غالبا شيء واحد. وذكر الموقع أن العراق يواجه حاليا أزمة اقتصادية خانقة وأزمة صحية كبيرة جدا، فضلاً عن أزماته الأمنية والسياسية المزمنة، وهو بحاجة إلى نوع من المعجزة للخروج من هذه الأزمات. نشر المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات تقريراً تحدث فيه عن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لتطوير اتفاق إطاري جديد. وأوضح الموقع أن هذا الموضوع الرئيسي للحوار يتعلق بخروج القوات الأمريكية من العراق بموجب القرار الذي اتخذه مجلس النواب في شهر كانون الثاني عام 2020 على إثر قتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني. وذكر المركز أن واشنطن تسعى لإحلال نظام يأخذ مسارا نحو تفكيك القوات الموالية لإيران في العراق. يقول الموقع إنه قبل ساعة قليلة من انطلاق الحوار تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم صاروخي آخر، وقد طالبت كتائب حزب الله الحكومة العراقية بتحديد موعد
انسحاب القوات الأمريكية وعدم البحث عن سبل لإضفاء الشرعية على الوجود الأمريكي في العراق. وأوضح الموقع أنه ليس أمام رئيس الوزراء العراقي خيار سوى الإعلان عن الاستمرار بالعمل على انسحاب القوات الأمريكية، واضطرار الولايات المتحدة أيضا إلى الاعتراف بالواقع الجديد في العراق، لا سيما أنه ليس أمام البيت الأبيض فرصا كبيرة للمناورة مع تزايد ضغط طهران على البرلمان والحكومة العراقية. إلى جانب ذلك تسعى الولايات المتحدة لتربح الوقت وتصر على أن قرار البرلمان العراقي لا يبطل الترتيبات السابقة لنشر القوات. وأفاد الموقع بأن البنتاغون وحلف شمال الأطلسي يحاولان تمرير الجنود والضباط من قواتهم كمدربين عسكريين لتدريب الجيش العراقي والبشمركة الكردية، مما يكشف عن غياب النية في سحب القوات الأمريكية. وبين الموقع أن عددا من الخبراء طرحوا في الأشهر الأخيرة سيناريو يفيد بأن الولايات المتحدة تحاول إنشاء الأساس لانقلاب عسكري في بغداد من أجل إحلال نظام يأخذ مسارا نحو تفكيك القوات الموالية لإيران وطردها من قوات الأمن العراقية. وفي ختام مقاله نبه الموقع الروسي أنه في حال استمرت بغداد تحت ضغط من إيران في الإصرار على خروج مبكر للقوات الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بوجودها العسكري في قواعد كردستان العراق من دون أي مشكلات، فسلطات كردستان العراق مهتمة بالتعاون مع واشنطن. آهي أمريكا تجني ثمار ما زرعته في العراق، فبعد أكثر من 17 عاما من غزوها العاصمة بغداد تجد نفسها مجبرة على الدخول في حوار استراتيجي مع حكومة الكاظمي للاتفاق على شكل قوتها وحجمها هناك، بعد أن نجحت في خلق فكرة المحاصصة والطائفية وقبلت بتقاسم النفوذ مع إيران، حتى وصل الأمر إلى جماعات سياسية محسوبة على طهران هي من تقود التوجه إلى إخراج القوات الأمريكية. هذا ما ذكره أسامة عجاج في مقاله بصحيفة العرب القطرية، فلنتابع. الحوار بين واشنطن وبغداد رغم جلسته الأولى التي انتهت لن يكون سهلا أو يسيرا في ظل التركيبة العراقية داخليا والتباين الشديد بين مكونات العراق السياسية من جهة ورؤية الطرفين للهدف منه ونتائجه المتوقعة من جهة أخرى. ويكفي للتدليل على ذلك إطلاق صاروخين قبل بدء الحوار مباشرة على المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأمريكية في رسالة للطرفين المتحاورين من جهات ليست خافية على أحد. الحكومة العراقية ترى نفسها في مأزق حقيقي وتعيش بين نارين، فهي ترى في الحوار فرصة للتوافق على الدور المنتظر من القوات الأمريكية في تعزيز ودعم الجانب الأمني وتدريب وتأهيل القوات العراقية والاستمرار في التعاون في مواجهة تنظيم الدولة وكذلك الدعم الاقتصادي. يضاف إلى ذلك استبعاد تحول العراق إلى ساحة مواجهة بين أمريكا وإيران، خاصة أن واشنطن أحيانا لا تعطي أي اعتبار للحكومة عند اتخاذ قراراتها ومدى الحرج الشديد التي تجد نفسها فيه وتداعياته على الداخل العراقي، ومن ذلك قرار اغتيال قاسم سليماني أو استباحة إسرائيل للأجواء العراقية من خلال الهجمات الجوية المستمرة التي تستهدف بعض القوى المحسوبة على إيران. وأضاف الكاتب أن أسباب صعوبة الحوار يضاف إليها العامل الإيراني الذي يملك من القدرة والإمكانية على إعاقته أو تعطيله إذا استشعر أن هدف الحوار هو تقليص نفوذ إيران وليس القوات الأمريكية، ولن يعدم الوسائل في تحقيق ذلك مباشرة أو عن طريق أذرعه في العراق، ولهذا لا يمكن الحكم على مستقبل هذا الحوار من نتائج الجلسة الأولى. فاتح عبد السلام رأى في صحيفة الزمان أن الانتخابات المبكرة لا تبدو أحد أسباب التغيير الوزاري الأخير محط ترحيب القوى السياسية الأساسية التي ثار الشارع العراقي على أدائها منذ مطلع شهر تشرين أول الماضي.
وذلك لأن تلك الأحزاب حجرية التكوين بحسب تعبير الكاتب، وهي غير قابلة لمجاراة التغيير والتطور، وبطيئة جدا في إيجاد البدائل، ومشاكلها في حياتها الحزبية الداخلية أكبر انشغالاتها. إن هامش المناورة في تبديل الوجوه ولا أقول المسالك ضعيف ولا يوفر لها إمكانية إقناع الشارع الغاضب بأن ثمة تغييرا قد حصل ويبرر إعادة انتخاب مسميات متداولة، لكن عجلة حركة الواقع السياسي في العراق أصبحت أكبر من محيط تلك الأحزاب التي أخذت من الفرص ما لم تحلم به وأساءت لنفسها وتاريخها قبل أن تسيء للشعب العراقي وتحطم وضعه المعيشي وتقتل آماله. ثمة واقع جديد غير مكتمل لكن له ملامح في التحول إلى تصحيح مسار الاختيار، بالرغم من أن الثقة غير كافية حتى الآن بعوامل ابتدائية في تحسينات الوضع، لأن بعضها لا يزال في مرحلة الأمان والشعارات. في الوقت نفسه باتت القوى السياسية أمام حتمية التعامل مع مطلب الانتخابات المبكرة، لأن التملص من هذا الاستحقاق سيطيل من أمد الحكومة الانتقالية الحالية والتي لم تكن لتقبل بها بعض القوى لولا كونها ذات عمر محدود ومعلوم. الكرة في ميدان النخب في المجتمع للتأثير في موازين كثيرة ستمر من خلال صناديق الاقتراع المقبلة، لكن ذلك مرتبط بمفوضية انتخابات نزيهة وغير مخترقة. وأضاف الكاتب أن الواقع العراقي عانى ترسبات وأدرانا وطفيليات ثقيلة لا حصر لها في غضون أكثر من عقد بحسب تعبيره، ولن تكون هناك انتقالة نوعية لها كبيرة من دون دعم دستوري لهذه الانتقالة، وربما يستغرق هذا الطموح ولايتين أو ثلاث ولايات انتخابية ربما كانت تعيسون أكثر عددا من السعيدين بالانتخابات المبكرة. ذكر صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية أن تطبيق قانون قيصر الأمريكي والظروف المعيشية في سوريا قد يؤدي كل ذلك إلى انهيار اقتصادي سيضعف قبضة سلطة رئيس نظام بشار الأسد للبلاد. وأضافت صحيفة في تقريرها أن الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية لا تهدد كيانات سورية بحد ذاتها، بل تستهدف أيضا كل داعمي نظام الأسد حول العالم بمن فيهم روسيا، وقد يغلق القانون آخر منفذ للمال إلى هذا النظام. الصحيفة أشارت إلى أن القانون يطلق عليه اسم قيصر نسبة للمصور العسكري الذي هرب عشرات الآلاف من الصور إلى خارج سوريا، وكشف عن حجم التعذيب الذي يمارس في أقبية سجون النظام. ويستهدف القانون عددا من الأرصدة المهمة لتمويل النظام بما فيها قطاع الهندسة والبناء وقطاع الطيران العسكري. وأضافت الصحيفة أن تطبيق القانون بدأ مع تراجع قيمة العملة السورية إلى أدنى مستوياتها، مما أثار مخاوف تعميق معدلات الفقر والجوع بين السوريين. ونقلت عن إليزابيث سوركوف الخبيرة بالشؤون السورية في المركز الدولي للسياسات الخارجية أن الاقتصاد السوري يعاني من حالة انهيار، ويحاول النظام توفير المال لخزينته لكنه غير قادر على وقف عملية التدهور المتسارعة. وحثت الإدارة الأمريكية على التأكد من أن لا تزيد محاولاتها الإطاحة بالنظام السوري من معاناة الشعب السوري وزيادة بؤسه. وترى الصحيفة أن الخلاف بين الأسد ورامي مخلوف الذي يترافق مع العقوبات قد يدفع الأثرياء في مناطق النظام لسحب ودائعهم ونقلها إلى الخارج. ونقلت عن تشارلز ليستر من معهد الشرق الأوسط قوله إن هذه الأزمة الداخلية غير العادية قد تؤدي إلى تغييرات، كما أن هذه اللحظة تعد تهديدا كبيرا للأسد وبقائه في السلطة. وذكر الصحيفة الاحتجاجات التي خرجت في الأيام الماضية في السويداء وهي تطالب بتغيير النظام وملاحقة قوات النظام المتظاهرين واعتقال عدد منهم،
وأضافت أن الأسد على ما يبدو قد اهتز في هذه المظاهرات التي ذكرته باحتجاجات عام 2011. لا يمكن الفصل بين مسار أحداث التخريب والاستباحة التي شهدتها بيروت ورطا طرابلس والحظ على الفتنة الطائفية وقرارات التحايل لضخ الدولار إلى الصرافين بذريعة دعم سعر الصرف وبين قانون العقوبات الأمريكي الجديد قيصر الذي وضع في حيز التطبيق أمس الأربعاء. وتساءل حنا صالح في صحيفة الشرق الأوسط: ماذا سيفعل لبنان في زمن قانون قيصر؟ استمر الغموض حيال قانون قيصر يلف الموقف الرسمي اللبناني، إذ لم تصدر بشأنه أي إشارة، لكن القراءة في الممارسة الفعلية من تغطية تغول الدويلة داخليا كما أدوارها الخارجية تفاقم من الخشية وتضاعف من الخوف مما قد يتعرض له لبنان، خصوصا عندما ترى بعض الجهات أن التعامل مع هذا القانون تم تلزيمه إلى ميليشيا حزب الله بتجاهل كامل لتداعياته. وهكذا أطل الأمين العام للحزب حسن نصر الله ليتعهد بتوظيف لبنان في خدمة نظام الأسد ووجوب مواجهة هذا القانون الظالم والمتوحش، متهما الأمريكيين بالمسؤولية عن أزمة الدولار بحجبه عن لبنان، وأن البديل الانصهار الاقتصادي مع إيران. إن الميليشيات التي دمرت وأحرقت عادت تتحرك علانية لتفرض حالة من الأمن الذاتي كان يمكن أن تستدعي انفلات الغرائز الطائفية بحيث يكون مبررا لحزب الله أن يستخدم فائض قوته ليغرق البلد، لأن المطلوب الصمت على مشروع تحويل اللبنانيين إلى وقود في خدمة مخطط خارجي يضع لبنان في مواجهة العقوبات وقانون قيصر. هذا المنحى المقلق شكل تتمة لنهج خطط لاستخدام لبنان ساحة خلفية للتخفيف من أثر العقوبات على سوريا وداعميها، لتشهد الحدود اللبنانية أكبر استباحة لتمكين النظام السوري من تخزين سلع رئيسية كالقمح والمشتقات البترولية. وبحسب الكاتب فإن خلاصة القول: لا أحد يعلم على أي جدار تتكئ السلطة اللبنانية التي دفنت الرأس في الرمال ولم تتوقف للبحث عن تداعيات الرضوخ لحسابات قوى الممانعة، الأمر الذي يلقي على كاهل قوى ثورة تشرين عباءة إضافية بالذهاب إلى الناس استنهاض القدرات والقوى والكفاءات والاستنباط الأطر التي من شأنها رفع مستوى المجابهة السلمية. ابتكر مهندسون من شركة أوفلاين الكورية الجنوبية مطهراً رقمياً متصلاً بالهاتف الذكي يستخدم الأشعة فوق البنفسجية لقتل فيروس كورونا والجراثيم الأخرى على اليدين والوجه والأسطح في غضون 10 ثواني، ومن خلال توجيه شريحة معلقة بظهر الهاتف على الهدف المطلوب. وقال المتحدث باسم هذه الشركة إنها تعمل الشريحة عبر تطبيق في الهاتف الذكي يتولى إدارة كمية الأشعة المطلوبة التي يجب تسليطها من دون التسبب بأضرار. فقد ذكر المهندسون أن هذه الأشعة تقتل الفيروسات بنسبة 100% من دون أن تتسبب في أي أضرار للجلد المعرض لتلك الأشعة. وأضافوا أن هذه الشريحة اعتمدت لأنها آمنة وتطهر اليدين 50 مرة يوميا، وهي أصغر جهاز تطهير من الجراثيم وبأقل كلفة. نبقى المشاهدين مع مجموعة من الرسوم المختارة من الكاريكاتير.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية في صدى الأقلام من الرافدين، نترككم في رعاية الله وحفظه.